أيضا سائل يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وهل ثبت الخبر بذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أما حديث لا طلاق في إغلاق فحديث معلول، وقد ذكر علته غير واحد من العلماء. أما عن معناه فمن العلماء من فسر الإغلاق بالإكراه، ومنهم من فسر الإغلاق بالغضب الشديد الذي يغلق على العقل فيجعل صاحبه يتكلم كأن لا عقل له. وهنا ينبغي التنبيه على مسألة طلاق الغضبان، فلأهل العلم في طلاق الغضبان أقوال، أحدها أن كان من الغضب الدارج على ألسنة الذي يعتري الناس غضب عادي فطلاق صاحبه واقع، والغضب الذي أذهب العقل بالكلية طلاق صاحبه لا يقع. أما الغضب الذي اشتد بصاحبه ومعه يدري ما يقول ولكن لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، كالذي يكسر الهاتف المحمول مثلا، أو يضرب الدولاب برجله فيكسر الزجاج، أو يحمل ولده ويضربه في الأرض، فمثل هذا غضبان، غضب شديد ولا يستطيع حجب نفسه عما يصنع، فمثله لا يقع طلاقه، والله أعلم.